خير، حلقة جديدة تماما تماما. يعني نساء الأبراج اللي عندها القدرة إن هي تستخدم معاك أسلوب شوق ولا تدوق، الأسلوب الفتاك ده والفعال ده، يعني تخليك تتجنن كده، تتجنن وتبقى عايز إن أنت تطول الحاجة دي وفي الآخر ما تطولهاش يعني. وبيتلذذوا النساء دي وعندهم صبر. حط تحت دي كمان نقطة إن هم يعملوا معاك كده. وعلى فكرة كمان في حاجة، نساء القمة في حلقة النهاردة هم أكتر نساء بتحب اللي يتعامل معاهم بالأسلوب ده. توقعوا كل أنثى تقول لنا توقع مركزها أو برجها هيجي في المركز الكام، وأنثى أذكى شوية تقول لنا المركز الأول، ويلا بينا نبتدي. في المركز ال 12 أنثى برج القوس، أقل نساء الأبراج اللي ممكن تحب كده أو تتبع كده، باختصار لأنها ما عندهاش الصبر الكده زيها بالظبط. الشعنونة أنثى برج القوس في ال 12 وزعيمة العصابة في ال 11 زيها بالظبط في الموضوع ده. أكتر الإناث اللي ما تطيقش الأسلوب ده ولا تطيق إن أنت تتعامل بيه معاها، ولا بصراحة بتعرف إن هي تتعامل بيه. أعلى منها خلينا ننتهي بقى من العائلة النارية تماما، أنثى برج الحمل الفارسة العنيدة اللي في المركز العاشر. كده الثلاث نساء النارية هم أقل النساء اللي ممكن يجيدوا في فن الشوق ولا الدوق، أو يحبوك إن أنت تتعامل معاهم بيه. وكالعادة بقول لكم يا ريت تدعموا الحلقة دي بلايك عشان توصل لبقية أصدقائنا، وملناش غير صفحة واحدة محمد أبو زيد على الفيسبوك، أي حد تاني نصاب يا ريت تعملوا له بلوك. هنعلى بقى ونخش في الجد في منطقة وسطى أكتر وأكتر لما نلتقي بالجوزائية، قنبلة المرح والذكاء وخفة الدم وسرعة البديهة، حاجات ياما. أنثى برج الجوزاء أعلى شوية من النساء دي، تحب الأسلوب ده إلى حد ما مقارنة بيهم، وعندها حتة كده أنثى برج الجوزاء تحب تجننك وما تدوقكش، تحب إن هي تخليك تتمنى وتحلم وما تطولش. بس بصراحة مش زي نساء القمة، مش زي مثلا أنثى برج الطور اللي هتيجي في المركز الثامن، الجوزاء كانت في التاسع. هنا الأنثى دي أشد هنا بقى في الموضوع ده، واكتر حبا من النساء اللي سبقتها ان انت تتعامل بالاسلوب ده. مع انت لو راجل او ست، من الاسلحة الفتاكة اللي تأثر بيها على انثى برج الثور، شوق ولا تدوق. ما تدوقش على طول، شوق الاول، ويا ريت ما تدوقش غير بعد ما تقطع نفسها. الثورية انثى برج الثور ده سلاح فعال معاها، ومن الاناث اللي تيجي في منطقة وسطى اذا قلنا بتقدر ان هي تستخدمه ولا لا. نخش في الجد اكتر واكتر، المركز السابع العذراوية، انثى برج العذراء في المركز السابع، واحدة من الاناث اللي الموضوع عندها معتدل متوسط، تحب قوي قوي اللي يتعامل معاها بالاسلوب ده، خلي بالكم. وايضا ليها باع مقبول في، تقدر انثى برج العذراء ان هي تنتهج بالذات لو حطت في دماغها اكتر واكتر. ونشتد اكتر واكتر وناخد انثى اكثر تمرس من الاناث اللي سبقتها لما نلتقي بفارسة الاحلام انثى برج الحوت اللي بتيجي في المركز السادس، واحدة من اشهر الاناث اللي معروف عنها ان هي بتتبع سياسة شوق ولا تدوق. انثى برج الحوت هتلاقي دي ملحوظة في شخصيتها، بس مش زي انثى برج السرطان اللي سابقاها بمركز، مش زي السندريلا اللي بتيجي في المركز الخامس، دي واضحة قوي في شخصيتها انثى برج السرطان. هنا احنا دخلنا في الاناث اللي بتتلذذ بالاسلوب ده سواء لما تعمله او يتعمل فيها. تخيل رباعي القمة، رباعي خط النار، الرباعي المتمرس في السياسة الفتاكة دي. في المركز الرابع الدلوية، أنثى برج الدلو صاحبة القوة الناعمة الصارخة، أنثى برج الدلو من أكتر الإناث اللي تجيد في سياسة أشوقك أجننك وفي الآخر مش هدوقك، ومتحكمة في نفسها أو في مشاعرها أو في أفعالها أو في قراراتها بشكل كبير قوي يستحق الثناء. في المركز الثالث أعلى وأشد وأعتى وأقوى، المرأة الحديدية أنثى برج الجدي الترابي اللي بتنفرد بالمركز الثالث بدون أي مضايقات عشان تحجز لنفسها واحد من أقوى المراكز في الموضوع ده. إذا هي أنثى حرفيا من الإناث المفطورة شخصيتها على حب السياسة دي
والإجادة فيها على حد سواء. حد أذكى كده توقع مين المركز الأول بعد ما ضيقنا الدايرة أوي كده؟ طب حد شايف إن الحلقة دي مفيدة وممتعة فيدوس لايك عشان توصل لبقية أصدقائنا؟ طب يلا بينا. في المركز التاني العسل، أنثى برج الميزان. أنثى برج الميزان ما تلاقيش أنثى برج ميزان ما تحبش السياسة دي بنهم، تحبها بشراسة، ودائما الشخصية اللي تتعامل كده مع الميزانية تنال إعجابها أو تلفت انتباهها بشكل كبير. والميزانية من أقوى نساء الأبراج وأشدها، وإلا ما كانتش تيجي في المركز الثاني، متفوقة على كل النساء اللي احنا قلناها دي في الموضوع ده، تجيد تدي دروس. متصدرة نساء الأبراج في حلقة النهاردة اللي بتجلس على القمة على عرش كل النساء وبتاخد المركز الأول في التصنيف هي العقربة، أنثى برج العقرب، الملكة في الموضوع ده، الأميرة في الموضوع ده، أشد وأعتى وأقوى وأشد نساء الأبراج تمرس في فن وسياسة أشوقك ولا دواك تجننك، وما أكثر ضحايا أنثى برج العقرب المالي. يا ريت تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، بكون سعيد وأنا بتعرف عليكم من خلالها. الانستجرام الفيسبوك قناتنا التانية للفضفضة، ومحتاجين آراءكم والكورة، الرابط دي في أول تعليق، متثبتة في أول تعليق وصف الفيديو. يا ريت تشرفونا بالانضمام ليهم، احنا عيلة واحدة، خلينا نكون مع بعض في أكتر من مكان رجاء، مش مكان واحد. بكرة إن شاء الله تقريبا بنعمل لايف كل ليلة على الانستجرام والفيسبوك، يا ريت كمان يعني تشرفونا. فن شوق ولا تدوق من أحد الأساليب الفعالة، لو نتكلم بالبلدي عنها كده، يعني أنا بغريك أو بشوقك لحاجة، بخليك نفسك فيها، نفسك تطولها، نفسك تلمسها، نفسك تقرب منها، وساعة ما خلاص تحس إن أنت وصلت لها أقول لك لأ لسه بدري، اتعب كمان شوية، اجري كمان شوية، اللي هو خليك تلف تدور حوالين نفسك، تتعب من التفكير، ترهق ذهنيا، تنام وتقوم وتفوق بتفكر في الحاجة دي، خلاص أصبح عندك نوع من أنواع الهوس أو اللوس إن أنت عايز توصل للحاجة دي وتطولها. في نساء بتتلذذ بالمواضيع دي وإحنا خدناها في حلقة النهاردة، وفي نساء ملهاش صبر ولا تجيد في المواضيع دي وعندها أساليب تانية بتجننك بيها. مش معنى كده إن أسلوب شوق ولا تدوق هو ده الأسلوب الوحيد اللي ممكن الأنثى تجنن شخص بيه، لا، في أساليب تانية وإحنا قلناها، في قوة ناعمة، في سياسة فن التجاهل الفتاكة والمقننة، في التقل والرزانة، في خفة الظل، في الذكاء، في سرعة البديهة، في فن الإغراء والتمرس، في حاجات كتير قوي. عشان ما اطولش عليكم، يعني كل الاناث بتلاقي كده كل موضوع في انثى او في اناث معينه بتتصدر العناوين فيه، زي الاناث اللي تصدرت العناوين في حلقه النهارده. يعني خلاص احنا كده انتهينا، اتمنى ان انتوا تكتبوا لي ارائكم زي ما انا قلت لكم، بكون سعيد جدا بمشاركتكم. اللي نسي يدعم الحلقه بلايك يا ريت يدعمها. اي نصاب محمد ابو زيد على الفيسبوك، يعني اي نصاب غير محمد ابو زيد ده نصاب، ويا ريت تعملوا بلوك عشان ما يتكلمش باسمي بس، وتعملوا ابلاغ كمان لو لقيتوه بينزل فيديوهات. يعني انا انتوا متابعيني وعيلتي، وواجب ان انا يعني انبهكم لحاجه زي كده، هتوحشوني، وان شاء الله ان شاء الله هنلتقي بكرة. ويا ريت اللي نسي يدعم الحلقة بلايك، يا ريت يعني رجاء يدعمها، وإلى اللقاء.